أعوذ بالله من الشيطان الغوي وأنا وأنتم نوحد المولى العلي ونصلي ونسلم سويا على خير نبي ونقول سبحانك ربنا وأنت بالمؤمنين حفي وقد أنزلت القرآن الكريم صدقا جليا نسألك يا ربنا بحق قدرتك على كل شيء ونحن الضعفاء ربنا وأنت القوي ونحن الفقراء ربنا وأنت الغني اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وارزقنا جسدا على البلاء صابرا ورضي وارزقنا عقلا مفكرا في ذاتك تفكيرا زكي وشفع فينا يوم القيامة خير نبي إنك يا ربنا على كل شيء قدير أيها الإخوة الكرام ها قد اجتمعنا على مائدة القرآن لتكريم أم راحلة من أهل الإيمان عاشت حياتها نعم الزوج الودود الولود كما وصى سيد الشهود لزوجها البار الكريم الحاج لطفي زبيدي ومشاركة لأبنائها الأكرمين الحاج محمد أبو لطف وشقيقه الأستاذ رضا وشقيقهما الأستاذ أحمد لطفي وشقيقهم أيضا الأستاذ السيد لطفي وشقيقهم الكابتن إبراهيم لطفي مشاركة إليهم نعيش على مائدة القرآن في حفل تكريم تتلى فيه آيات المولى العظيم وسنة جمعنا هذا عن النبي الكريم الذي قال من عز أبيه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة وإذا اجتمع أهل القرآن وأهل أحباب القرآن من كل مكان مشاركة للأسرة الكريمة فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زووه كما قال نبينا الكريم أيها السادة في حفلنا هذا استضفنا لحضراتكم علما من أعلام تلاوة القرآن الكريم بإذاعات مصر والعالم الإسلامي هو العلم الإذاعي وابن العلم الراحل الإذاعي وهو رمز من رموز الأمة الإسلامية في تلاوة القرآن ألا وهو راحلنا الكريم الشيخ الشحات محمد أنور اليوم نستضيف نجده الكريم من بيت القراء العظماء فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي من آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات نسأل الله أن يرزق التوفيق والتجليات وأن يرزقنا التدبر وحسن الإنصات إن ربنا على كل شيء قدير فليتفضل فضيلته مشكورا داعين ربنا أن ينفعنا بالتلاوة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا فمن
زمزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه قليلا
فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إِنَّ فِي السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يقولون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله Thank you.
الذين يذكرون الله ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير إن في خلق السماء آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
بالك من حالك. خلي ذكر الله دايما على بالك وصلي على النبي. سبحان سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا يحافظ عليك يا حبيبي، ربنا يرضى عنك يا رب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوما ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا ناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري
وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا إن الله سبحانك ربنا أنت علينا الرقيب وأنت علينا الشهيد نسألك ربنا أن ترزقنا تقواك وأن تصرفنا عن كل شيء سواك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك من خيري الدنيا والآخرة ومن خير ما سألك منه نبيك الحبيب إنك يا ربنا على كل شيء قدير هكذا أيها الإخوة المعزون الكرماء لقد استمعنا إلى ما تيسر من خواتيم سورة آل عمران وفواتح سورة النساء وقد تلا علينا صاحب الإجادة والإتقان فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي وابن القارئ المدرسة الراحل الشيخ الشحات محمد أنور وكان ذلك في ليلة التكريم لأم الراحلة الكريمة هي الأم لرجال كرماء وعظماء الحاج محمد لطفي صاحب هذه الفراشة العظمى وشقيقه الأستاذ رضا وشقيقهما الأستاذ أحمد وأخيهما الأستاذ السيد والكابتن إبراهيم أبناء الحاج لطفي زمادي في هذه الليلة الكريمة التي اجتمعنا فيها على مائدة القرآن الكريم مشاركة للأسرة الكريمة في مجلس حضر فيه الوجهاء والعظماء من كل مكان نشكر فيها إلى أستاذنا الدكتور رمضان عبد السلام وإلى الأستاذ الكريم علي جودة كشك سائلين الله لهم التوفيق وإنني لأشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الأستاذ الشيخ أحمد المهر والمقيم بصفت زريق
وباسم الحاج محمد لطفي ايضا نشكر الى كل من ساهم معنا وشرفنا بالعزاء من الوجهاء والعظماء وابناء الدائرة بمركزي ديار بنجم والسبلاوين ومدغمر، ونشكر ايضا الى السادة مقاولي اعمال الفراشة والكهرباء الذين اتوا من كل مكان متنافسين لاداء الواجب، واشكر الى صاحب الهندسة الكهربائية الحاج احمد مختار بنوب طريف، والى حضراتكم جميعا شكر الله لكم جميعا وندعوه ان لا يريكم مكروها ابدا.